طالب نقيب أصحاب الباصات الأردنية عبد الرزاق الخشمان بدعم قطاع النقل العام لإخراجه من أزمته المتلاحقة في ظل ارتفاع تكلفة المحروقات، ودعا إلى تفعيل صندوق دعم نقل الركاب الذي نص عليه قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لعام 2017، مؤكدا أن التكاليف التشغيلية لوسائط النقل العام والتاكسي والسيرفيس ومختلف الأنماط تؤثر سلبا على بعض خطوط النقل ذات الملاءة المنخفضة، خاصة خطوط القرى. إذن الحديث عن هذه المطالب وإمكانية الاستجابة والتفاعل معها تنضم إلينا الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح. دكتورة عبلة، أهلا وسهلا بك. إذن دكتورة عبلة، ما هي إمكانية الاستجابة لمطالب النقابة خاصة في هذه الظروف الحالية؟ ست غدا، مساء الخير، يعطيك العافية. يعني موضوع صندوق دعم الركاب، بالتأكيد يعني هذه المطالبة التي تقدمت بها نقابة أصحاب الحافلات الأردنية سيد عبد الرزاق الخشمان نقيب أصحاب الباصات الأردنية، هذا المطلب هو مطلب ليس بجديد، وإنما هو كان توجه حكومي في السابق في العام 2017 عندما أقرت الحكومة قانون تنظيم نقل الركاب للعام 2017. وكان ضمن هذا القانون مادة تنص على ضرورة وجود نظام، وضع نظام لتفعيل أو لتأسيس صندوق لدعم نقل الركاب. يعني موضوع دعم نقل الركاب أو دعم النقل بشكل عام، هو هذا الأمر هذا موجود في كل دول العالم، ولا بد للحكومات أن تقوم بالتوجه إلى دعم قطاع النقل، لأن قطاع النقل كما يعلم الكثير بأنه عصب الاقتصاد، وبالتالي لابد أن يتم توجيه يعني كافة أوجه الدعم. ومن هنا يعني ارتأت الحكومة الأردنية بضرورة أن يكون هنالك صندوق لدعم نقل الركاب. يعني لا أخفيك غادة بأنه تم العمل على إعداد مسودة نظام هذا الصندوق، واكتملت تقريبا يعني في العام 2020، ويعني بس بسبب جائحة كورونا ويعني توقف العمل على بنود هذا النظام، وتم إرجاعه إلى مزيد من الدراسة، وهو الآن يعني لدينا في الهيئة وتم إعادته للهيئة لمزيد من الدراسة. نحن الآن في مرحلة يعني الانتهاء أو على أعقاب الانتهاء من بنود مسودة نظام صندوق دعم نقل الركاب. ويعني هذا الأمر إحنا يعني ارتئينا بأنه ما يكون فقط يتعلق بالهيئة، فلا بد من مشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الصندوق. فلدينا يعني ضمن اللجنة التي تدرس بنود هذا النظام أو المسودة وحدة تطوير الأداء المؤسسي من رئاسة الوزراء، أيضا وزارة المالية، وزارة النقل، ووزارة الطاقة. بالتأكيد يعني لابد أن تكون ضمن الجهات الحكومية التي يعني تدرس مسودة النظام. يعني احنا ان شاء الله بعد الانتهاء من اعداد اعمال المسودة، وزي ما ذكرت لك غادة احنا في اعقاب الانتهاء من هذه الاعمال، سيتم رفع المسودة الى رئاسة الوزراء ديوان التشريع والرأي من اجل مراجعة كافة المواد الموجودة في نظام صندوق نقل الركاب، ومراجعتها بشكل تشريعي نهائي، ومن ثم يعني أسير بالإجراءات القانونية لإقرار نظام هذا الصندوق. إذن دكتورة عبلة، إلى حين اكتمال هذه المسودة، فهل نتحدث عن ملامح معينة أو الآلية التي ترتكز عليها بتقديم هذا الدعم؟ يعني ست غدا، يعني أنا لا أخفيك يعني بالبداية بدي أكون يعني صريحة بالنسبة لبعض البنود اللي وردت في نظام الصندوق أو في جوهر الصندوق، بأن يكون هنالك هيئة مستقلة تؤسس لصندوق دعم نقل الركاب، ولكن يعني بعد المراجعة ويعني بالتوازي مع التوجه الحكومي ضرورة أن يكون هنالك تقليل من تأسيس الهيئات ووجود الهيئات، يعني إحنا بنراجع هذا الموضوع حتى إنه ما يكون في وجود أو نثقل كاهل الموازنة بوجود تأسيس هيئة وما إلى ذلك. يعني إحنا بنحاول قدر الإمكان أن يكون الموضوع يعني ضمن عمل الهيئة. يعني هذا أمر. الأمر الآخر يعني الدعم الحكومي بده يكون من خلال يعني أسعار المحروقات أو من خلال ما يتم دفعه على أسعار على المحروقات.
يعني بده يكون في آلية معينة، لكن احنا ان شاء الله رح نعلن عنها بالشكل النهائي بعد مراجعتها بشكل نهائي مع اللجنة، وأيضا بعد ما يمر بكافة الإجراءات القانونية، لأنه ممكن يصير في تغيير تتغدى على بعض المواد وعلى بعض النقاط اللي وضعناها. وبتعرف يعني هاي مراجعة شاملة يعني تتطلب إنه، لكن الهدف هو أكيد هو تقديم دعم لنقل الركاب. إحنا يعني هذا الدعم أكيد رح يدعم المشغل، رح يدعم أيضا مرافق النقل، ورح يدعم أيضا وسائط النقل أيضا، يعني كافة ركائز عملية النقل من بدايتها وحتى نهايتها. نعم، قبل فترة تم تقديم أيضا مقترحات أو طروحات لآلية دعم محددة لوسائط النقل العام، وكان حينها هناك استثناء لتطبيقات النقل الذكية، وكذلك أيضا تم الحديث حينها عن الباصات، وها هي المطالب تأتي الآن. فعلى ماذا ارتكزت تلك الآلية التي تم تقديمها لإيصال هذا الدعم، أو هل اتضحت هذه الآلية حتى الآن؟ ستي نعم، الآلية اتضحت بالنسبة لدعم أجور النقل. يعني هذا التوجه كان بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والارتفاعات المتتالية التي طرأت، وهذا بالتأكيد أثر سلبا على الكلف التشغيلية بالانخفاض على المشغل المستثمر في قطاع النقل. نعم. ويعني حتى تتفادى الحكومة يعني عملية رفع أجور النقل على المواطن، فكان لابد من الاختيار البديل، وهو دعم أجور دعم المشغلين في قطاع نقل الركاب بأن يكون هنالك بطاقات ممغنطة يعني مدعومة بمبالغ نقدية تعبأ من المحطات المحروقات، بحيث أنها تغطي الفجوة اللي صارت عند المشغل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، لانه احنا بهمنا ايضا هامش الربح انه ما يتاثر للمشغل، وبنفس الوقت بهمني ايضا ما ارفع الاجور على المواطن. وبالتالي احنا يعني تم دراسه كافه الانماط اللي موجوده في قطاع النقل، سواء كانت من حيث سواء كانت الحافلات الكبيره او الحافلات المتوسطه، وايضا سيارات الركوب الصغيره. يعني الاليه التي وجدناها بانه يعني لابد من دعم وسائط النقل التي تقطع الخطوط على معيار 130 كيلومتر، يعني احنا اعتمدنا مسافة 130 كيلومتر أقل أو أكثر من 130 كيلومتر، ويعني بالحسبة بالنسبة للكلف التشغيلية تم حسبة المبالغ النقدية التي تقدم، وقمنا بالإعلان عنها يعني لإخواننا المشغلين. احنا الآن في مرحلة التفاهم مع شركات تسويق المنتجات البترولية من أجل إصدار البطاقات لتسليمها لأصحاب المركبات، مدعمة طبعا برقم المركبة، وإحنا إن شاء الله في طور الانتهاء من هذه الأعمال، وإن شاء الله رح يكون مذكرة التفاهم ما بيننا وبين بالتعاون مع هيئة الطاقة من أجل توقيع مذكرة التفاهم ما بين الهيئة، هيئة تنظيم النقل البري، وأيضا شركات تسويق المنتجات البترولية من أجل استلام هذه البطاقات، وهيئة تنظيم النقل البري بدورها ستقوم بتسليم هذه البطاقات إلى المشغلين للحصول على هذا الدعم لمدة 6 أشهر في القادة. بانتظار متابعة هذا الدعم وهذه النتائج المترتبة، شكرا جزيلا لك الدكتورة عبلة وشاح، الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم النقل البري.